حذف ملف أو مستند عن طريق الخطأ هو تصرف قد يبدو صغيرا وبسيطا، لكن ينجم عنه مشاكل كبيرة لا تحمد عقباها. لذا تجد الكثير من البرامج التي تدعي أنها تسترجع ملفاتك المحذوفة، لكن فعلا القليل من يؤدي لك الخدمة بأمان وفعالية. في حلقة اليوم نستعرض لكم برنامجا رائعا من شركة ووندرشير يحل لك هذه المشكلة ويسترجع لك كل بياناتك وملفاتك الضائعة والمحذوفة ببضع خطوات. يتميز برنامج ريكفرت عن غيره من البرامج المشابهة بفعاليته في استرجاع جميع أنواع الملفات، سواء كانت صورا أو فيديوهات أو مستندات بجميع الصيغ، بالإضافة إلى الحماية من الفيروسات والخصوصية التامة التي يقدمها لك مع تقديم خدمة دعم سريعة طيلة الأسبوع. كما أن البرنامج يدعم استرجاع أكثر من 1000 صيغة مختلفة من الفيديوهات والصور والمستندات. بعد تحميل البرنامج على سطح المكتب من الرابط الموجود أسفله، تقوم بتثبيت بالطريقة التقليدية كأي برنامج. واجهة التطبيق تضم 8 خيارات: استعادة الملفات المحذوفة بشكل عادي أو من سلة المهملات أو من قرص صلب تمت فرمتته أو كذا من جزء قرص صلب. كما يمكنك استرجاع الملفات من أجهزة خارجية سواء فلاشة USB أو قرص خارجي. يمكنك أيضا استرجاع ملفات ضائعة بسبب فيروس معين أو تشنج النظام. وأخيرا لدينا الخيار الثامن الذي يمكنك من استرجاع الملفات من كل ما سبق. نقوم بحذف فيديو على سبيل المثال من القرص الصلب، ثم نختار الخيار الأول. نختار بعد ذلك البارتيشن الذي كان فيه الملف المحذوف. سيبدأ البرنامج بعمل فحص للقرص الذي اخترته. يمكن العملية أن تستغرق بضع دقائق. عند الانتهاء يمكنك تصفح كل الملفات التي تم استرجاعها حسب المجلدات أو حسب نوع الملفات. في حالتنا علينا التوجه لقسم الفيديوهات، ثم نختار صيغة الفيديو. يمكنك أيضا فلترة النتائج عن طريق تحديد عرض الملفات التي تم حذفها في حدود زمنية معينة. كما تلاحظون قام البرنامج باسترجاع الملف بنجاح. الآن ما عليك سوى إعادته عبر التأشير عليه والضغط على Recover. بعد ذلك اختر المسار الذي تريد فيه حفظ الفيديو، وها قد تمت العملية بنجاح. ساعد البرنامج أكثر من 5 ملايين مستخدم من 150 دولة مختلفة حول العالم، وحظي باعتراف وثقة أكثر من 100 وسيلة إعلام مرموقة من بينها سينت وياهو وماك وورد. يمكن تحميل النسخة المجانية من الرابط الموجود أسفله بميزات محدودة. للاستفادة التامة من الميزات بدون أي قيود عليك شراء النسخة المدفوعة. شاركنا رأيك حول البرنامج أسفله، وشاركنا أيضا لحظة سيئة عشتها بسبب فقدانك لإحدى المستندات أو الملفات عن طريق الخطأ. نلتقي في شرح برنامج آخر، ودمتم بخير.